بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والعشرون في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود إلى الحكمة التي بدأنا شرحها ولم نتم الشرح بعد. يقول ابن عطاء الله رحمه الله: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته؟ شرحنا القسم الأكبر من هذه الحكمة، وسنتابع الآن إتمام شرحها. وأحب أن أقول وألفت النظر من جديد إلى أن ابن عطاء الله رحمه الله تعالى يوضح لنا أن محور الصلاح والفساد في حياة الإنسان هو القلب. فأنتم تلاحظون أن ابن عطاء الله ينبهنا إلى أن القلب في كل الأحوال هو مصدر الأمراض، وهو مصدر المشكلات، وهو سبب الحجب التي تقصي الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن الدواء في كل الأحوال ينبغي أن يكون متجها إلى القلب، يعني المريض في هذه الأحوال هو القلب، ومن ثم فالعلاج ينبغي أن يتوجه إليه. ولاحظوا كما قلنا تسلسل الأمر، فالمشكلة الأولى نابعة عن المشكلة الثانية، والثانية نابعة عن الثالثة، والثالثة عن الرابعة. القلب الذي سود بسبب تراكم الرام عليه وتراكم صور الأكوان عليه، نتيجة ماذا؟ نتيجة انبلاق الشهوات إلى هذا القلب، وتوجه القلب بالحب العالم إلى هذه الشهوات. طيب، والشهوات التي استعمرت القلب وهيمنت عليه، فأصبح حب القلب لها، وأصبح تعلق القلب بها. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك الغفلات، الغفلة التي يقع فيها الإنسان. هذه الغفلة المتكررة المستمرة هي التي تجعل جنود الشهوات والأهواء يتسللون فيستعمرون الفؤاد. وإذا استعمرت الشهوات والأهواء الفؤاد، فالقلب يتجلل بالرام، ذلك لأن صور الأكوان هي التي تهيمن عليه، وهكذا. فالمشكلة في أولها وآخرها هي مشكلة القلب، والعلاج ينبغي أن يتوجه أولا وآخرا إلى القلب الذي يطيع في حياة الإنسان الطائع، إنما هو قلبه.
واستجابة الأعضاء لهذه الطاعة إنما هو نور ينعكس عن القلب. وعصيان العاصي أيا كان إنما ينبثق من القلب، فالعاصي في حياة الإنسان العاصي هو قلبه، وإنما يتجلى على الأعضاء من ذلك آثار عصيان القلب. هذا أمر من الأهمية لمكان أن نعلمه. المطيع عندما يتوجه إلى الله بالطاعة، من هو؟ قلب الإنسان. الأعضاء جنود، والعاصي الذي ينحرف عن جادة الصواب، من هو العاصي في كيانه حقيقة؟ أيضا القلب، لأنه هو الآمر وهو الموجه. وعندما تنظر إلى الأعضاء التي ترتكب وتنحرف وتتلبس بالموبقات، فإنما ذلك من آثار عصيان القلب. وهذا قد يقول القائل، هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء من أين جاء به؟ ربما قال إنسان، ابن عطاء لا يقول هذا الكلام ولا حرف إلا مقتبسا من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو منهما معا. النبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا هذا الكلام، وإن كنا بحاجة إلى شرحه وإيضاحه، عندما يقول في الحديث الذي اتفق عليه الشيخان، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حبل الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفصيل ذلك في هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله. انطباع القلب بصور الأكوان مشكلة نابعة من الفؤاد، الشهوات التي تزدحم وتستعمر الفؤاد مشكلة نابعة منه، الغفلة هي مشكلة القلب، وهكذا. نحن وصلنا إلى هذه الفقرة، أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ ما معنى أن يدخل حضرة الله؟ أي كيف تطمع يا ابن آدم أن ترقى إلى المستوى الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عرف الإحسان فقال، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كيف السبيل إلى أن تصبح محسنا؟ أي كيف السبيل إلى أن تقف في الصلاة تخاطب الله وأنت تتصور فعلا أنك بين يدي الله وأنك في حضرته؟ كيف يمكن إذا أمسكت بكتاب الله عز وجل تقرأه أن تتصور أن الله عز وجل يخاطبك ويحدثك ويناجيك تماما كما لو كنت في حضرته وأنت تصغي إلى كلامه؟ أي كيف السبيل إلى أن تعلم أن القرآن هو الذي يقرأك وأنت تصغي إلى كلام الله سبحانه وتعالى؟ كيف
كيف السبيل إلى أن تكون مع الله في غدوك ورواحك، في سوقك، في تجارتك، في صناعتك؟ دائما أنت مع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإحسان، وهذا ما ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى هذه الكلمة التوضيحية التي يقولها ابن عطاء الله: أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله، أي أن يكون مع الله فعلا عندما يصلي، عندما يناجيه، عندما يقرأ كتابه، عندما يدعو، عندما يكون في الأسواق. كيف تطمع أن تبقى إلى درجة الإحسان هذه وأنت لم تتقهر من جنابة غفلاتك؟ هل يستطيع الجنب أن يدخل المسجد؟ لا يستطيع، المسجد محرم عليه، والغفلة جنابة. الإنسان الغافل عن الله سبحانه وتعالى، المستغرق في دنيا، في خضم هذه الدنيا وتقلباتها ومشكلاتها وأمورها وظروفها، حلمها ومرها، هذا إنسان في الواقع يصبح في يوم متلاطم من الغفلات. عندما تكون دائما 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 في هذه الحالة من الغفلة، لا تطمع أبدا أن تدخل حضرة الله، أي أن تبقى إلى درجة الإحسان فتكون مع الله فعلا في ذاكرتك. إذا وقفت بين يديه تصلي، أو وقفت بين يديه تدعو، أو تقرأ كتاب الله، أو تنظر إلى ملكوته، لا تطمع، لأنك جنب، والجنب لا يستطيع أن يدخل حضرة الله سبحانه وتعالى. لابد لهذه الغفلة أن تنجاب عنك، فإذا انجابت الغفلة عنك طهرت، وإذا طهرت فتحت الأبواب أمامك، أي وصلت إلى درجة الإحسان التي ينبئنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن، كيف السبيل إلى أن نتخلص من غفلاتنا؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك عبارة عن وصفة من عدة علاجات. العلاج الأول هذا الدواء الذي ذكره بعد ذلك، أن تبتعد عن المعاصي جهد استطاعتك، فالمعاصي سبب من أخطر أسباب الغفلة والشرود عن الله عز وجل. وانظروا كيف نبه إلى هذا في آخر فقرة عندما قال: أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته؟ هذه الفقرة الأخيرة دواء للفقرة الثالثة، والثالثة دواء للثانية، والثانية دواء للأولى. فإذا أردت أن تتخلص من الغفلة التي تقصيك عن الإحسان، أي عن المثول في محراب الحضور مع الله سبحانه وتعالى، فسبيل ذلك أولا أن تتطهر من الهفوات جهد الاستطاعة، هذا أول علاج. طبعا في أكثر من علاج واحد. قد تقول: هذا يعني أن أكون معصوما، وأن لي أن أصبح معصوما. لا، ليس معنى هذا الكلام أن تصبح معصوما، وليس في الناس معصوم إلا رسل الأنبياء، ولكن معنى أن تتوب من هفواتك، أي أن تعزم مرة أخرى، نقول المطيع في كيان الإنسان من القلب، أن تتوجه بقلبك عازما على أن لا يراك
حيث أمرك، تعزم على هذا. الله هو الذي يعطيك القدرة وهو الذي يوفقك، لكن الباري عز وجل وهبك قلبا ومتعك من خلال ما وعدك بالقدرة على اتخاذ القرار، القرار فقط بدون عمل. اصدق مع الله في هذا القرار. يا رب، لقد عزمت من الآن على أن لا أعصيك وعلى أن أطيعك في كل ما أمرتني به، فأقدرني على ذلك. مني العزم الذي وهبتني ملكته ومنك التوفيق، فأقدرني اللهم على ذلك. هذا معنى التوبة. فإذا رأيت نفسك موفقا لأداء الطاعات والابتعاد عن المحرمات فذاك، وإذا رأيت أن النفس أو الشيطان قد دفعك إلى موبقة من الموبقات فهي معصية جديدة تحتاج إلى توبة جديدة. جدد العزم مرة أخرى واستغفر الله عز وجل وقل اللهم إني قد أذنبت ذنبا فتب علي، وقد عزمت على أن لا أعود مرة أخرى على إلى هذا الأمر. ثم سر، طالما وفقك الله وأخبرك على الاستقامة فذاك فضل منه عظيم. وإذا وجدت نفسك مرة أخرى قد انحرفت، عصيت، ارتكبت موبقة، فمرة ثالثة عد إلى التوبة واستغفر الله واستنزل التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى لك. وهكذا شأن الإنسان المسلم. هذا معنى التوبة عن الهفوات، وهو الدواء الأول للتخلص من الغفلة، ولكي لا تختلق في بحار الغفلات. هذا الدواء الأول الذي لا بد منه. إذا التوبة لا تستدعي أن يكون الإنسان معصوما. هذه وسوسة شيطان يقول للبعض أنت تدعى إلى ما لا طاقة لك به. أنا لا أستطيع أن أكون معصوما، هل أنا نبي؟ أنا أعلم أنني ضعيف ولذلك لا أستطيع. يبهيك الشيطان بهذا أن لا تتوب. قل للشيطان القدرة تأتيني من عند الله، النجدة تأتيني من عند الله، التوفيق يأتيني من عند الله، كل ما يطلبه الله مني أن أوجه هذا القلب إلى الله بهذا العزم، اللهم إني عزمت بصدق أن أطيعك وأن لا أعصيك. أنت من الذي قال أنك بقدرتك تستقيم على أوامر الله؟ ولو أنك عصيت ثم تبت ثم عصيت ثم تبت وعصيت ثم تبت العمر كله، وفي كل مرة تكون صادقا في توبتك، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب كلها. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب صيغة مبالغة على وزن فعال. ما معنى أصلها آير؟ ما معنى آير؟ راجع، أي لكل رجاع. وهل يكون الإنسان رجاعا إلى الله إلا إن كان كثير الشرور عن الله؟ هذا الكلام ينطوي على رحمة بالغة من الرب سبحانه وتعالى للعبد. العلاج الثاني الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. تقاوم هذه الغفلات التي تعترضك أمواجها لتنسيك من أنت، ولتنسيك علاقتك بالله، ولتنسيك مصيرك، ولتنسيك أنك تتحرك في قبضة الله سبحانه وتعالى.
العلاج الثاني الذي به تقاوم هذه الأمواج، أمواج الغفلات، الإكثار من ذكر الله. وذكر كلمة ذكر أصل معنى المراد في كتاب الله التذكر، يعني الذكر غذاء للسان أم للقلب؟ للقلب، هذا هو الأصل. لأن الله عز وجل يقول واذكر ربك في نفسك، والنفس المراد بها هنا القلب، تضرعا وخيفة ودون الجهل من القلب العدول والأصام ولا تكن من الغافلين، أي إن فعلت لن تكون من الغافلين. فالذكر المراد به هنا ذكر القلب. لكن في أول الأمر اللسان يعين القلب، يعني عندما تكون الغفلات قد استبدلت بالفؤاد كثيرا وهيمنت عليه وسدت منافذه، لا بد أن يسلك الإنسان مقدمات، يبدأ بالذكر اللساني، فإذا استمر تفتحت القلب. أتذكرون محركات السيارات القديمة؟ نعم، عندما تحتاج إلى حرارة تعيدها إلى نهجها، هذه الآلات التي تحرك لا بد منها في بادئ الأمر. وقد يحتاج قائد السيارة إلى أن يستعمل هذه الأداة مرة مرتين وعشرة وعشرين، وإذا بالمحرك انطلق. كذلك اللسان بالنسبة للقلب مثل هذه الأداة. فحركة اللسان أداة لإيقاظ القلب، هذه هي الوسيلة الثانية بعد الطاعات. فإذا تبت إلى الله من هفواتك وألزمت نفسك بنهج من ذكر الله سبحانه وتعالى في باب الأمر باللسان، ثم إنك تمرست على هذا الذكر استمرارا إلى أن أشرق هذا الذكر على قلبك، فقد عالجت نفسك بالعلاج الثاني الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. القرآن من الذكر، بل أرقى وأعظم أنواع الذكر تلاوة كتاب الله. وكثير من الناس لا يعلم هذا، يظن أن الذكر هو عبارة عن مثلا التهليل، التحميد، التسبيح، الاستغفار، الثناء على رسول الله، هذه الأشياء التي نكررها فقط. لا، تلاوة كتاب الله عز وجل، لكن ينبغي أن تحرص كل الحرص على أن تكون متنبها من الكلام الذي تقرأه، أن تعلم ما يخاطبك به الله سبحانه وتعالى. قال ما كنت تقرأ كتاب الله فأنت ذاكر، وأنت تمارس أرقى نوعا من أنواع الذكر، لأنك من خلال تلاوة كتاب الله تمر على عوامل الحب، تقرأ آيات تستشير بين جوانحك حب الله، تمر على عوامل الخشية، تقرأ آيات تستشير بين جوانحك المخافة من الله عز وجل، تستشير بين جوانحك مشاعر التعظيم، تعظيم الله عز وجل خلقه إبداعه حكمته، فهو ذكر ينقلك من لون إلى لون إلى لون من التنبه إلى صفات الله سبحانه وتعالى. أيضا من أجل أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى ما دعانا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. الباري أمر رسوله بأنواع من الذكر وكلفه أن يستمر عليها، ومن يعني الصلاة والسلام بدوره طلب منا ذلك، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إلى آخر، لا ليس من سمح لشاهدنا، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. إذا تسبيح الله عز وجل
والإكثار منه في الصباح ذكر من أعظم أنواع الذكر. هذا التسبيح في المساء ذكر من أجل أنواع الذكر. طيب الاستغفار، الباري عز وجل وصف عباده الذين يكرمهم يوم القيامة بالرضوان والجنان والسعادة وإعطائهم كل ما يشتهون، يقول عنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إذن الاستغفار ذكر من أجل الأذكار التي توقف القلب من الغفلات. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، قال أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ حين رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحد الصحابة كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال يسبح الله 100 تسبيحة. فإذا سبحت الله في الصباح 100 تسبيحة فقد فعلت ما ندلك إليه رسول الله، وإذا عدت سبحت الله في المساء 100 تسبيحة فقد فعلت ما أمرك به رسول الله، وإذا استغفرت الله قبل الفجر ألقبك الله سبحانه وتعالى قبل الفجر بنصف ساعة، توضأت ثم صليت ما تيسر وجلست تذكر الوقت تستغفر الله سبحانه وتعالى 100 مرة فأنت ذاكر الله عز وجل وأنت سائر على النهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض يقول عادة ممن امتلأت أذهانهم بالحديث عن البدع والبدع 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 وهذه التكلفات التي نسمعها اليوم، يقول كيف أحصي 100 مرة؟ يعني أنا ذهني يضيع، كيف أحصي أنني سبحت الله 100 مرة كما قال رسول الله؟ يا أخي اضبط التسبيح بأي وسيلة من الوسائل. نعم ما لا تتم السنة إلا به فهي سنة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واحد نعم قال والله أنا نومت إيه، كيف بدي أستيقظ قبل الفجر؟ ما بدي، فحط منبه. هذه بدعة، النبي ما استعمل منبه. الوسيلة إلى الطاعة طاعة، وما قال أحد أن الوسيلة إلى الطاعة مثل هذه البدعة. الإنسان عندما يريد أن يسبح الله 100 مرة أو أن يستغفره 100 مرة أو أن يصلي على رسول الله 100 مرة كيف يبدأ؟ إما بطريقة من الطرق أو بحصبة أو بهذه الوسيلة أو بعداد أو بأي شيء أو بأي شيء، ليس هذا مهما، المهم أن تضبط العدد الذي ندبك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فهذا ليس من البدع أبدا، هذا تكلف ممجوج، كل عاقل يعرف أن هذا تكلف ممجوج. نعم ليس الهدف السبحة، ليس القصد من السبحة أن تفرقع بها وأن تتقرب بهذا العمل إلى الله، هذه لن تقربك إلى الله، إنما الهدف من ذلك أن تضبط العدد. إن شاء الله تضبط العدد بشوية بحث، نعم إن شاء الله تضبط العدد بهذا العداد المعدني بأي وسيلة من الوسائل، المهم أن تسلك أي طريقة تضبط بذلك العدد. نعود إلى ما نحن بصدده، فإذا غالبت التيارات الغفلة في حياتك أولا بالابتعاد عن المعاصي ومعالجتها بالتوبة كل ما انحرفت، ثانيا بالإكثار من ذكر الله عز وجل واتخاذ ورد لك دائم بدءا من قراءة كتاب الله عز وجل إلى الاستغفار إلى التسبيح إلى التهليل لا إله إلا الله أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. نعم وأنا لا أقول يعني بكل لحظة ينبغي أن يتحرك لسانك، قلت المقصود الذكر ذكر القلب، لكن في أول الأمر اللسان هو البوابة التي لا بد منها لتحرك القلب ولتوقظه. نعم فافعل لنفسك ولا في الصباح
وفي المساء وصابر على هذه الحالة، انظر كيف يصبح حالك، وانظر إلى ما يقول شعورك، يستيقظ شيئا فشيئا فشيئا إلى تنبه إلى عبوديتك لله. ومن عرف نفسه عبدا عرف الله ربا، عرف ربه سبحانه وتعالى، عندئذ تزداد يقظة قلبك، ينتعش فؤادك، تزداد يقظة قلبك، تصل إلى حالة حتى وأنت في السوق، حتى وأنت تسوق مع الباعة ومع التجار ومع البائعين والشراء، حتى في هذه الحالة أنت تجد نفسك متذكرا الله عز وجل. لا تعتريك حالة إلا وتراها تذكرك بالله سبحانه وتعالى. إذا عدت إلى منزلك تجد نفسك أيضا تذكر الله سبحانه وتعالى. هذا العلاج القائم على هاتين الوصفتين: الابتعاد عن المعاصي أولا، ثم الإكثار من ذكر الله عز وجل ثانيا، هو الذي يوقظ القلب من غفلته. طيب، استيقظ القلب من غفلته، عندما يستيقظ القلب من غفلته يشعر أنه مستعمر بالشهوات، مستعمر بحب المال، مستعمر بحب الزعامة، مستعمر بحب المتعة، مستعمر بالرغبة بالمنافسة إلى آخر ذلك. عندئذ يقوم الصراع. بعد أن استيقظ قلبك بواسطة الإكثار من ذكر الله، يقوم الصراع بين مشاعر الحب لله وهذه الشهوات التي كانت تعشش في زوايا قلبك، وأنت مستمر في ذكر الله، مستمر في ذكر الله، مستمر في تلاوة القرآن، وإذا بمحبة الله عز وجل تطرد ظلمات الشهوات والأهواء التي تعشش في زوايا فؤادك شيئا فشيئا فشيئا. هذه الشهوات التي كبلتك كما يقول ابن عطاء الله تخرج من فؤادك وتتحرر منها. طيب، فإذا تحرر فؤادك من هذه الشهوات والأهواء، هذا الغشاء الأسود الذي كان منعكسا على قلبك، هذا الران يذهب معه أيضا. من أين جاء هذا السواد؟ من أين جاءت صور الأكوان كلها منطبعة في مرآة القلب؟ من كثرة ما عششت الأهواء والشهوات فيه. فإذا زالت الأهواء والشهوات تزول معها ظلال تلك الأهواء والشهوات، وعندئذ يشرق القلب بحب الله سبحانه وتعالى. الإنسان في هذه الحالة لا يبتعد عن الدنيا، يتعامل معها بيده، يتعامل معها بعقله بفكره، ولكن قلبه أصبح مطهرا من الأغيار، متجها إلى الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. وعندئذ تجد نفسك تماما كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دين الله أندادا يحبونهم كحب الله. أنداد جمع ندوند هو المنافس. من المنافس؟ دنياي، تجارتي، متعي، شهواتي، رغبتي في السيادة، في الرئاسة، في الزعامة، في الشهرة، في الانتصار عليك، في أن أعلن وأثبت أنني أنا الأقوى منك، الحسد، الضغينة، الأحقاد، هذا الذي يسمى الأمراض القلبية، هذه الأنداد. من الناس ما يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فكيف إذا كان هنالك من يحبون الأنداد فقط وقد اختنقت محبة الله بين جوانح المؤمنين؟ والعياذ بالله، النتيجة إلى دمار بالنسبة لهؤلاء الناس.
إذا نحن عرفنا أيها الإخوة أن سلسلة هذه المصائب كلها تنحط على القلب، والعلاج إنما يبدأ بالقلب. السواد الذي يتجلل القلب نتيجة الشهوات المتراكمة فيه، الشهوات التي تراكمت فيه نتيجة الغفلة، الغفلة نتيجة الابتعاد عن فكر الله والوقوع في كثير من المعاصي. فابدأ بالخط العكسي، ابدأ الخط العكسي تجد أنك قد حررت قلبك من ذلك كله. ابتعد عن المعاصي، انظر ماذا يقول، كيف يرجو أو يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته. الإمام الشافعي يقول في ديوان له: شكوت إلى وكيع سوى حفظي. وكيع أستاذ الإمام الشافعي، فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. كلام سليم، كلام رائع، وهذا ما يقوله ابن عطاء الله. جرب أن تتحرر من الهفوات المعاصي والأثام بعد استطاعتك، بعد استطاعتك. وقعت تب، استقمت اشكر الله سبحانه وتعالى، وانظر كيف يشرق عقلك بحافظة عجيبة رائعة. الحافظة من أين تأتي؟ من عند الله سبحانه وتعالى. كذب الأطباء الذين يقولون إنها مسألة عائدة إلى علم النفس إلى 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 إلى، والله الذي لا إله إلا هو، المسألة عائدة إلى إشراقات ربانية. يشرق الله عز وجل على قلبك بتجليات الرحمة، وإذا بعقلك يمتص ويحفظ ويستوعب. فإذا أعرضت عن الله أعرض الله عنك. لماذا يقول: نسوا الله فأنساهم أنفسهم؟ وأين يكون النسيان؟ بالقلب. دائما المحور هو القلب أيها الإخوة. انظروا إلى قوله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الله نقلب له الشيطان فهو له قريب. ومن يعش أي ومن يغفل عن ذكر الله. ممكن هذا الإنسان يصلي هو غافل، ممكن يروح يحج هو غافل، ممكن يمسك القرآن ويزرس ويقرأ وغافل. هذا ما لا يفيد شيئا. شرعا يقال صلى، شرعا يقال قرأ، لكن ديانة بينه وبين الله لم يستفد شيئا. عندما يكون هذا الإنسان معرضا عن ذكر الله عز وجل، ماذا لن تكون حاله؟ همه نفسه، همه شأنه، همه منافسة الآخرين، همه رئاسته، همه ماله، همه زعامته، همه متعه، همه تجارته. دائما يلهج بخياله، بفكره، بقلبه، بهذه الأشياء. هذا معنى قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن. الباري عز وجل يقيد له شيطانا. انت لست متجها الى الله، انت مستسلم للشيطان، اذا فلادع هذا الشيطان يهيمن عليك. لعل هناك بقايا من الكلام الذي ينبغي ان نقوله في هذا الموضوع. والحمد لله رب العالمين.